الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. زي ما قلنا شويه تباديل وتوافيق في مواعيد شيوخنا الافاضل، لكن احنا يوميا على الهواء مباشره او مسجل، المهم يعني يوميا السبع ايام موجودين الساعه 3 على شاشه قناه النهار، ويعني بعض التغيير الطفيفة جدا في المواعيد إن شاء الله ما تعملش قلق لحضراتكم في أي يوم من الأيام. النهاردة احنا عايزين نتكلم عن الظلم، الظلم بكافة أنواعه، وأصعب شيء في الدنيا هو الظلم، لكن الأصعب منه أنك تتظلم من حد المفروض أنه يدافع يعني عنك لما بتتظلم. يعني أنا لما بتظلم بجري على جوزي، بجري على أمي، بجري على أخويا، بجري على أبويا، يعني الأقربون بقى اللي هم الدايرة المحيطة، السند والظهر بتوعي، دول اللي بجري عليهم علشان يحموني من أي حد بيظلمني. لما يبقى الدايرة المقربة دي هم الظلمة، هم اللي بيظلموني، طب أنا أروح فين؟ المشكلة إنه الحلقات تضج بهذه المكالمات، حلقاتنا على مر السنين مليانة بشكاوى مميتة قاتلة، من أم بتشتكي من ابنها، أخ بيشتكي من أخوه، أخت بتشتكي من أختها ومن أخوها، أم يعني بصوا يعني مهما قعدنا نفكر أو يعني نتخيل ممكن الظلم يقع من مين والمين، ممكن دماغنا ما تقدرش. يعني أكبر كتاب السيناريو ممكن يقولك لا بلاش دي، كتير دي، أوفر دي أوفر. لما تجيلنا مكالمة في حلقة من الحلقات عن ابن يروح يجيب كباب وكفتة وأمه قاعدة جعانة مش لاقي تاكل، يقول لا أنا هاكل بره، أنت ما عندكيش أكل، أنا هاكل بره، وياكل هو لنفسه، ما يرضاش يديها فلوس، ما يرضاش يعملها. وحاجات كتيرة جدا، قضايا بتترفع، محاكم مليانة، قاعات المحاكم مليانة بخلافات عن ميراث وعن أكل الحق بين إخوات وبين أزواج وبين أب وولاده، يعني قصص كتيرة جدا. عايزين نتكلم لما أنا أواجه الظلم من حد تربطني بيني وبينه صلة رحم قوية، ربنا موصيني أنه أنا أبره أو موصيني أن أنا أصل رحمه وظلمني، المفروض أعمل إيه؟ فضلت الشيخ أشرف الفيل، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. يعني في الفاصل حكيت لي على إيه اللي بتجيلك من هذه النوعية، ومن كم الناس اللي بيشتكوا من أقرب الأقربين ليهم. الأول، هل النفس البشرية ممكن توصل لكده؟ وربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق فيه كم هذا الغل والسواد، ولا السواد ده جابه منين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. الحقيقة الله سبحانه وتعالى حينما خلق الناس وأرسل الرسل بلغ أمر الرسل أن يهتموا بمسألة واحدة، وهي مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى، أن الناس توحد ربنا وأن الناس تعبد ربنا، ويأخذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني كل رسول بيجي بيأخذ الناس من عبادة العباد، أنه يعبد زوجته، يعبد مراته، يعبد النساء، يعبد مش عارف الخمور كذا كذا، يأخذوا إلى عبادة الله رب العالمين. دي كانت أول حاجة. عندنا بقى في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال آية كده مهمة جدا عشان تاخد بالك، يعني الرسالة الأساسية للرسل إن يخلوا الناس يعبدوا ربنا. لكن عندنا في الإسلام قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فحط الأرحام في منزلة عظيمة جدا. فده رقم واحد، محتاجين ان احنا لما نربي اولادنا او نعلم اولادنا نعلمهم ازاي يحترموا الارحام، ازاي يحترم امه، ازاي يحترم اخته، عمه، عمته، خاله، خالته. لازم حتى وان كان هناك كثير من الخلافات ما بين الناس، اضرب لك مثل واحده وزوجها مثلا، ارادت احدهم، الست دي خلاص شايفه ان الحياه مستحيله مع زوجها، طب طلقني؟ لا مش هطلقك. فخلعت نفسها، عندها اولاد، خلاص هي خلعت نفسها، ده قرار اتخذته فردي بنفسها، تمام كده؟ على الاب في هذه الحاله الا يشوش ولا يسوئ سمعه الام ولا صوره الام امام ابنائه، لان انا لما اعمل كده
قدام ابنائي اعمل صوره الام كده، هيعود عليا انا بعد كده في يوم من الايام في العقوق الوالدين. يبقى الذي يحدث من الناس من اقرب الاقربين ليك سببه ايه؟ انت، انك انت في بدايه التربيه لاولادك لازم تربي اولادك على احترام الام حتى وان اخطات، على احترام الاب حتى وان اخطات. تصفيق السمعه لمراحل خطيره. أيوة. جدا. ايوه، ناس بتتكلم في شكوك في وتتكلم أعراض في حاجات وفي أعراض ويقول له مثلا تبقى مراته وام عياله. أيوة. ويشكك ابنه فيها. المشكله في حاجه، انا دلوقتي لما اروح اقول لابني مثلا لو امه خلعت نفسها مني لان انا شخص سيء، مثال بضرب مثلا، لو انا جيت اقول لابني ان امك دي شايفاه لها شوفه، او امك دي بتعمل كده عشان كذا كذا كذا، او دي ست مش محترمه، او دي ست كذا كذا كذا، انا كده بشتم نفسي لان ده اختياري انا، وان دي جزء من ابني، جزء من ابني هي لانها امه يوما ما. والابناء لما بيكبروا مع الوقت بيعرفوا يحددوا من الصادق ومن الكاذب. عند هذه اللقطه قد يتبين للولد انني عند ذلك كاذب. فالحته دي لما اكون انا كبرت والولد كبر وعرف القصه دي وانا محتاج له في الوقت ده، فهيعاملني على انني كاذب، ففي الحاله دي يعقني. اذا سبب العقوق يرجع سببه الى عدم تاسيس التربيه الصحيحه الحقيقيه للابناء من الصغر. يعني انت لازم تربي ابنك على هذا الاساس من الاول، ده رقم واحد. رقم اتنين، الجانب الايماني هو جانب مهم جدا، لان الايمان هو الضابط الذي يضبط للانسان حياته. الضابط نفسه، الايمان نفسه هو اللي بيضبط حياتك، بيخليك تنضبط، تقدر تتحمل الظلم لو جاء من الاخرين. فمثال، لو اخويا ظلمني مثلا يعني في مساله ميراث او غيري او كذا، وبعدين جيت انا ايمانيا بقى تحملته، انا تحملت وصبرت، ده بقى الجانب الايماني بقى بيعمل لي الضابط. طب لما انا صبرت على كده اصبح الخلاف بيني وبين اخويا فقط. طب لو انا ما عنديش الجانب الايماني، انا هفضل اسيء لاخويا وهقول لاولاده كلام مش كويس، واقول لاولادي عن اخويا كلام مش كويس، ويطلع ولادي مع اولاد اخويا في يوم من الايام، ده ابوكوا خد ميراثنا، ده خد حقنا، ده خد كذا، وده حصل بقى كتير قوي، بيحصل على كتير بقى جدا بين الايه، بين اولاد الخال وبين اولاد العمه. يقعدوا بقى الاولاد مع بعضهم، لا ده ابوك كان ميراث امي، ده ابوك خد وهي اخته يعني، فابوك كان ميراث امي، ده عمل كذا، ده سوى كذا، ده ظلم، ده اساء، ده تعدى. كل الكلام ده بيحصل وهو كله خلاف على دنيا. والاصل ان يختلف الناس على الدين. انا لما الاقي مثلا اخويا او ابني او كذا ممكن ازعل منه وما اكلموش او اخصمه عشان تارك للصلاه، عشان ما بيصومش، عشان بيعق امه، عشان بكذا، اعمل كده. انما انا اخصمه عشان ايه؟ عشان دين، عشان ميراث، عشان شويه فلوس، عشان شويه كذا، هو ده اللي ينبغي. يعني انا لما ازعل لما اشوف ابني انا بيعامل امه معامله سيئه، وانا امه دي مطلقه بالنسبه لي، مطلقتي او خلع نفسها مني او ما شابه ذلك، واشوفه بيعامل امه معامله مش كويسه اخصمه لانه بيعامل امه معامله مش كويسه. انت مالكش علاقه في مكان بينه وبين امك، لان دي زوجتي، انت مالكش قصتك انت، انما انت هي بالنسبه لك امك. والام بتقول للابن نفس الكلام. احنا لما نعمل الكلام ده نخلي الحياه مختلفه، ونخلي الابناء يطلعوا في تربيه كويسه. طبعا. وفي وضع نفسي كويس. طيب اخد اتصال من ام رحمه. الو، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه منى؟ اهلا يا ام رحمه، اتفضلي سؤالك. لو سمحتي يا عزيزه فضيله الشيخ، لا سؤال. اتفضلي. انا دلوقتي انا بقالي 10 سنين متجوز. 10 سنين، 9 سنين كانوا حلوين، وخدت السنه يا لمبه ربنا، وقعت في مشاكل جامده. حاولت بقدر الامكان ان انا اقعد مع جوزي ياما، فايت جوزي ياما رغم ان هو كبير عني بالسن، عندي 40 سنه. انت عندك كام سنه؟ 25. وانت متجوزه من وانت عندك 15 سنه؟ اي فضلت معاه الحلو والوحش، وكان لما كان زي اخوه الكبير يزعله ويضربه ولا كده، كنت انا اللي بجيب جوزي لاخوه الكبير. دلوقتي ما عدتش عارف اعصابي تعبت. انا تعبت نفسي تعبانه دلوقتي، رماني في عز مرضي وطلب الطلاق نبقى واحده، نزل غير كلون الشقه. هو انت عندك ايه؟ انت عز مرضك عندك ايه؟ انا طبعا انا ما بتكلم عن التاجر مش عاوزه، انت يعني انتوا عارفين في سحر وفي التابه وفي الكلام ده كله. انا مشيت مع 10 دكاتره قالوا لي انت صحتك بومبو، انت ما عندكيش حاجه. مشيت ب 10 دكاتره والله العظيم ما بكذب عليك، 10
وهو عن نفسه سأل على قناة الرحمة، اتصل على التلفزيون قال له مراتك لابسها جين ومعمول لها أعمال سفلي. أيوة أنت عندك إيه؟ عندك إيه؟ حاسة بإيه؟ ما عنديش حاجة. أيوة إيه الأعراض؟ إيه الأعراض؟ بيجي لك إيه يعني عشان تقولي أنا مريضة؟ أنا مش مريضة، مرض وحش ولا الكلام ده، أنا صحتي حلوة كويسة، بس اللي كان بيحصل عليا أنا ما كنتش أعرف. أنا كنت إيه بقى اللي بيحصل لك؟ فهميني إيه اللي بيحصل؟ حاجات صوت غريب بيحصل عليا، صوت غريب وصوت واحد غريب، بعمل حركات وحشة. فالمهم أنا كنت ماشية مع بتعالج بالقرآن، شيخ بيعالج بالقرآن، مش كتابة ولا هو شيخ، بيعالج بالقرآن. رحت عنده يعني فبقول له، أنا دخلت عنده، عنده ناس ياما بيقرا عليهم قرآن. فجي عند الآية اللي هي تفريق الزوج والمرأة وسورة النجوم والكواكب والحاجات دي، انا بقيت اجعر عليها، بقى حاجات وحشه بتحصل عليا من هنا. تجعري؟ ايوه حاجات وحشه. طيب سؤالك ايه بقى؟ ايوه عاوزه انا مخنوقه جزره ماني، والراجل بره من عياله، بقولنا مش لازم عيال، طلب الطلاق. انا معايا 3 اولاد، رمى عياله وبنا ببنت جواضي جدا. هو بسبب السبب بسبب كده يعني ان انت غريبه وبتعملي حاجات غريبه في اخر سنه؟ ايوه ولا ايه السبب؟ وهو عن نفسه، هو عن نفسه بيقول ده، هي مراتي وقف جنبي يا نبى واحده، بص لقيته متغير، نبى واحده نزل غير قانون الشقه، نبى واحده نزل طلب الطلاق، نبى واحده الناس يقولوا له عيالك، امام الجامع يقول له عيالك، يقول لا انا ما عندي، انا مش لازمني عيال، انا ولا عروسه ولا عاوز عيال، عيالك، يقول لا انا مش ما عنديش عيال. فين اهله؟ اهله حسبنا الله ونعم الوكيل في امه. انا بقول له حماتي عمري ما قصرت معاها في حاجه، شلتها وهي مكسور. مالها بتقول لك ايه؟ يعني هي مش هي اللي معصياها علينا، ما يعرفش هي وضعها ايه معاه، هو ادى لهم نسخه. ايوه هم كل يوم تطلع تفتش في الشقه، كل يوم تفتش في الشقه دي الحامه، هي جوته ارمي مراتك رمى مراتك، ارمي عيالك رمى عيالك. مش عارفه يعني تراهم. اتطلقتي يا ام رحمه؟ انت اتطلقتي؟ لا احنا ما بيننا ما بعند جواز دلوقتي، فانا صعبان علي عيالي، مش عارفه ايه هو. وعيالك عندهم قد ايه؟ انا معايا عيل في ثالثه ابتدائي، ومعايا 2 توأم صغيرين. انت صغيره؟ انتوا انت بعيالك عيال كلكم صغيرين، وهو بيشتغل بيصرف عليكم؟ هو مدي مدي ازاي؟ مدي ما بصرفش، لما تيجي مثلا تطلب مني بخيل يعني؟ بخيل يزلك. ايوه. وابوكي موجود؟ ابوكي عايش؟ ايوه ابويا موجود واهلي موجودين كلهم معايا. ابوكي كويسين يصرفوا عليكي ولا مش ما يصرفوش؟ لا الحمد لله بيصرفوا علينا والله. طيب ايدي يعني ارجع له اذا ما انا ورمى عياله، ولا هتعرفي ترجعي له يعني، ولا هو اللي مش عاوز يعني؟ انت انا مش عارفه وضعه ايه دلوقتي، لانه كل اللي طالع عليه. طيب خلاص انا هقول لك تاني. ماشي يا ام رحمه. طيب انا عايز اقول لها حاجه. اولا شيلي من دماغك فكره السحر والعمل والناس اللي عملوا لك والكلام ده، وتعالجي عند شيخ والكلام ده، شيلي الكلام ده كله كده على جنب، واركنيه على جنب واطلعي من القصه دي، لان القصه هو دي راحت للراجل بيعالج بالقران. هو انت اتعالجتي؟ ايوه. لا احنا مش عايزين كده. انا عايز يعني عايزه تطلع بره القصه لسه زي ما هو، ما حصلش حاجه ولا هيحصل حاجه. احنا عايزين نطلع من البوتقه دي او من الجزئيه دي. انت لازم تطلعي من الموضوع ده خالص، وتنسي انك انت مريضه او بتعالجي، انت و25 سنه لسه صغيره، ما انتيش يعني كبيره ولا حاجه، ولا عندك امراض ولا كلام من ده ولا كلام من خالص. انت الست سليمه، صاغ سليم. مطلوب منك بس انك تسمعي القران، اذا كنت ما بتعرفيش تقري تسمعي القران كويس، مع سوره البقره، تقري قل والله احد، قل رب الفلق، قل رب الناس. لو مش حافظه اي حاجه، لو سوره الفاتحه انت حافظاها، اقعدي كرريها على مدار اليوم، خليكي في الاستغفار، استغفر الله العظيم واتوب اليه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، خليكي في الذكر. ولما يجي جوزك يرجعك تاني يبقى انت ارجعي معاه، عشان خاطر انت معاكي اولاد صغيرين. حكايه بقى هو مادي او مش مادي او كذا، انت بقالك 10 سنين متجوزاه، بتقول 9 سنين كنا كويسين. حكايه بقى ان امه بقى بتعصيه او ما بتعصيش، ما فيش الكلام ده. يعني شيلي الافكار دي كلها من دماغك. ايوه هي امه بتقول له، مثال يعني، انت ست عماله تقولي انك عليك عفريت وبتقولي بقى الكلام مش كويس وتعملي مش عارف، فخلاص يلا امه هتقول له خلاص خليها تمشي عادي. اي ام هتقول كده. طيب سيب لها العيال لغايه لما تتربى، لغايه لما تعمل. ده الكلام اللي بيتقال من الاهل، مش بيتقال اكتر من كده. لكن ما فيش ام هتقول لابنها ارمي مراتك، ارمي ولادك، ارمي، لا لا لا. وحتى لو حصل صدر من الام هذا الكلام، فهو الانسان لازم يكون عنده عقل يستطيع ان يفكر فيه. فعشان كده عايزك تتخلصي من كل هذه الافكار، ان امه قالت، ما نزعه بامه قالت ولا ما قالتش، وما نقولش برضه حسب الله ولا، لان دايما لازم نقول الكلمه الحسنه. يعني حماتي دي هي زي امي بالظبط،
يعني نفس القصة، أنا سبت أمي هنا ورحت لقيت حماتي هنا، فبنتعامل معاها بالحسنى وبالمودة وكذا، وحماتي دي جدة أولادي، يعني في صلة رحم للأولاد، فمش عايز لو أنا لسه بقول أهو، لو لما أول ولد بيسمع، يعني أنا لما أسمع أمي مثلا عمالة تحاسبني على جدتي أو عمالة تقول كذا، أنا هطلع بكره جدتي، لما أمي تقعد تكلمني على عمي كلام مش كويس، وعلى مرات عمي مش كويس، هطلع مع أولاد عمي مش كويس، وهطلع نفس الكلام اللي لسه بنقوله. فحتى لو إحنا متضايقين، واحد متضايقة من حماتها ولا حاجة، ما تجيبش ما تتكلمش عنها بكلام سيء، عشان الأولاد لما يكبروا بعد كده، عشان نبني مجتمع يكون طاهر ونظيف. وبس مكالمات للبرامج اللي بتتصل ببرنامج، فيقوم البرنامج قال لها مراتك عليها جن، يعني عرفوا منين؟ هم شافوها مثلا؟ لا ما فيش، هو ده كله ده تجلي يا استاذه دعاء، يعني ده كلام، بصي ما انزل الله من صلى، لم يوجد في ايام النبي صلى الله عليه وسلم. الست اتخضت واتوهمت وحست ان هي فعلا عليها جن، يعني هم وهموها بمكالمة تليفون لبرنامج. تقول لا يا جماعة، يعني انتوا وبعدين ساعات تغيير الصوت ده شيء طبيعي جدا. ما انا لما كنت عيان من اسبوعين ما كنتش قادر اتكلم، كان صوتي طالع مش انا، يعني ما حد يكلمني. لا تعالى شوفني وانا بجعر في العيان مثلا، يعني في 70 راجل طالعين من زوري. ايوه مثلا، فتغيير الصوت تغيير الصوت قد يكون من وهن او من ضعف او من مرض او من الم او من كذا، يعني الوهم الوهم ممكن يخلي واحده تتشنج، ممكن يخليها تعمل حاجات، فالوهم وحش. فكره انه يعني اسمعي كلام فضيله الشيخ، اخرجي من الوهم اللي انت فيه ده وفكري بطريقه تانية. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. مشاهدينا مرة تانية، والظلم من أقرب الأقربين. طيب أكتر من مكالمة تجيلنا على فكرة التفرقة بين الولد والبنت لغاية دلوقتي، ومن الناس على فكرة في مناصب مرموقة وكده، يقولك لا البنت ما يجيلهاش شقة ويجيبوا للولد مثلا حاجة كبيرة، لا البنت ما يجيلهاش عربية الولد هو اللي يجيله، لا البنت ما تاخدش فلوس في إيديها هتعمل بيها إيه الولد ده؟ هل ده ظلم؟ طبعا ده أساس الظلم. من النبي عليه الصلاه والسلام قال للراجل لما كان جاي عايز يدي لابنه حاجه، قال له افعلت ذلك بوالدك كله؟ قال لا، قال اذهب اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. ده حاجه اعلى من الظلم كمان، اللي هو الجور، انك انت جرت على حق غيرك. فانا لما ادي الولد وما اديش البنت جرت، وطول ما انا عايش على قيد الحياه، طول ما الاب موجود على قيد الحياه، البنت كالولد، ادي الولد 10 يبقى البنت 10، اجيب للولد عربيه اجيب للبنت نفس العربيه، اجيب للولد شقه بمليون اجيب للبنت شقه، نفس القصه ونفس ما فيش حاجه اسمها للذكر مستحاذ إلا في الميراث فقط لما موت، لكن ثم الأب على قيد الحياة لازم يعمل كده. ليه بقى؟ لأن هو ده اللي أنا بقول لحضرتك اللي بيعمل المشاكل ما بين الأخ وأخته. فبيطلعوا الأخ وأخته في بنفس هذه الصورة، وبعدين يرجعوا يعملوا حركة بقى عشان ينتقموا بقى تاني من بعض، تقوم الأخت واخده بنت الاخ لابنها، ونخش بقى في القصه وتعالى بقى تاني ونرجع بقى في مشاكل من هذا القبيل. فعشان كده كل هذا لون من الوان الظلم الذي لا ينبغي. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وده كده وضع شيئا في غير موضعه، ان اعطى او فضل البنت على الولد. والقران حكى الكلام ده كله، ياما في بنات بتبقى افضل من الاولاد مليون مره في كبر السن، تلاقي البنت هي اكثر حنيه واكثر رحمه واكثر طبعا موده واكثر صله. ياما في ده موجود يعني. معانا مين؟ أم معاذ. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ أهلا وسهلا، أهلا بيكي. أنا كنت عايزة أسألك على حاجة يا مدام دعاء. دلوقتي احنا عندنا مشكلة في المجتمع المصري كله، إن احنا شوية ستات كده حلوين مطلقات أو منفصلات أو أرامل، ملناش أي دخل من الحكومة أو من الأهالي أو من والدي مثلا طالع على المعاش أو والدتي طالعة على المعاش، محدش بيرضى يدينا. هل احنا ظروفنا ايه؟ هل حكمنا في الإسلام ايه؟ لا يعني والدك ما بيرضاش يديك فلوس؟ لا. ليه كده؟ هو يعني ربنا يديله طولة العمر والصحة وكل حاجة، هو بعد وفاته الدولة بتخلي المطلقة ليها نصيب من هو عايش معاش الوالد. طيب انت بتشتغلي؟ لا للأسف. طيب والزوج الطليق طبعا بيصرف ولا ما بيصرفش؟ بيصرف على اولاده حلو جدا. طب كويس قوي، انما انت ليكي احتياج.
انا طبعا كسبت لي احتياجاتي طبعا، بس على فكره انا مش من الطبقه اللي هي اندر تحت خط الفقر ولا ولا الناس اللي فوق قوي، يعني احنا من طبقه متوسطه. جميل، بس طبعا عايزه تصرفي، عايزه على الاقل مصاريفي الشخصيه اللي هي الشهريه. طب مين بيصرف عليكي؟ من عند الله. ايوه مين يعني؟ مفيش حد، محدش للاسف، محدش باخد من مصاريف طليقي اللي بتيجي للولاد. وده مضايقني جدا وتعب نفسيتي جدا. طيب ووالدك هل قادر انه يصرف عليكي؟ اه الحمد لله. ورافض؟ مش رافض بمعنى رافض، يعني مثلا يقول لي دي عربيتك، وعربيتي دي كان بابا الولاد كان جايبها لنا زمان، والولاد دلوقتي هم اللي مسؤولين عنها، يعني دي مش حاجتي. لا طب ما هي طب حتى لو بعتي عربيتك ما هي فلوسها هتخلص. لو بعتي عربيتي هل هي اللي هتصرف عليا؟ طب ما الفلوس هتخلص. طب وانت بتشتغليش؟ للاسف. طب ما تشتغلي. عندي ظروف صحيه وسني، كل ما تيجي تقدمي للشغل. عندك كام سنه؟ عندي 47. يا اختي صغيره، ما انت قدي. لا لا لا، ما هو 47 لما تيجي تقدمي شغل يقول لك لا احنا عايزين بنت صغيره. لا ما انت ما بنقدمش في شغل، احنا بنشوف شغلانه تناسبنا واحنا في البيت، وبنعمل حاجه بايدينا، بنعمل الاكل. انا عملت بصراحه محاولات كتير جدا بس فشلت للاسف. عملت موضوع الاكل وعملت حاجات كتير. ما فيش حاجه اسمها فشلت، انت ما صبرتيش بس. لا والله فشلت، يمكن انا عشان برضو انت صغيره. بصي عشان بس اقول لك على حاجه، دلوقتي انت صغيره ولسه قدامك. بس انا بسال برضو لسبب تاني، هل انا طب ما انا ظروفي الصحيه برضو ما تسمحش ان انا بشتغل كتير، او ان انا مثلا ما اتحركش كتير، هل برضو ده ان يمنع والدي يصرف عليا؟ طيب حاضر. طيب عندك اخوات صبيان؟ ايه حبيبتي؟ عندك اخوات صبيان؟ عندي وهم مقتدرين؟ الى حد ما مقتدرين، بس ظروفهم طبعا كل واحد وولاده ومراته والحاجات دي طبعا. انما الكل عارف ان ظروفك. عندك كام اخ؟ عندي ولدين رجاله وبنت ووالدي. كلهم ما بيساعدوكيش؟ لا الى حد ما ممكن الصبيان في مناسبات اعياد رمضان بيبعتوا. تمام. اللي هي الوجبات اللي هي الرسميه يعني، لكن شهريا دي نوي ما فيش حد. وانا طبعا مستغربه ان حتى والدي، وعلى فكره دي مش مشكلتي انا بس، على فكره مشكله ستات كتير. طيب خليني اقول لك الشرع بس يقول ايه في القصه دي. هو لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، كان ادى للذكر حقين عشان هو مسؤول عن اخته. عن هو مسؤول مسؤوليه كامله عن الاخت. عشان كده سالت عندك اخوات صبيان. فالمراه في اربعه يجب عليهم ان ينفقوا عليها. واحد الاب، اثنين الاخ، ثلاثه الابن، اربعه الزوج. الزوج بقى مش موجود والابن مش موجود، ففي الاب وفي الاخ. فاصبحت النفقه واجبه وجوبا شرعيا كالصلاه والصيام والزكاه والحج على البنت من كل من الاب ومن الاخ. وهم يعني لازم ينفق عليها. هم لو بينكروا كده لا، ما هو ده انكار بقى. ما هو القران لما قال ايه؟ ما قالش الازواج قوامون على الزوجات، الرجال بالك. الرجال قوامون مش على الزوجات برضو، الرجال قوامون على النساء. فدي نساء، دي الله واحده امراه، جزء الله من النساء. هو انا اختي واحده من النساء، فبالنسبه لي انا واحده من نسائي، مش من نسائي يعني انا متجوزها، لا انا مسؤول عن اربع ستات. انا مسؤول، انا اشرف كده مسؤول عن اربع ستات. رقم واحد امي، رقم اثنين زوجتي، رقم ثلاثه اختي، رقم اربعه بنتي. انا مسؤول عن الاربعه دول. دي مسؤوليه كامله امام الله سبحانه وتعالى. لازم الواحد يبقى فاهم كده، ولازم يؤدي الواجب اللي عليه بربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. لابد الانسان ان ينفق. يبقى انا الاخ لازم ياخد باله يلتفت ان انا عندي اخت مطلقه. يبقى اخد بالي اعمل لها مرتب شهري، اسال عليه، ومش لازم مرتب شهري. طيب لو هو يعني لو يا دوب اللي جاي على قد البيت اخرج منه جزء ولو بسيط. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه ثابت. اقول لحضرتك بس حاجه صغيره. انا دلوقتي لو عندي اخت مطلقه مثلا، وانا جيت رحت اعمل لها كل شهر 200 جنيه 200 جنيه ما يجيبوش سندوتش العيل، لكن انا عملت لها 200 جنيه دول. انا ممكن انت ممكن تتخيلي ب 2000 جنيه انت ممكن تتخيلي ان ال 200 جنيه بالنسبه لها ما يعملوش حاجه، وممكن هي ما يكفوهاش يوم. انا فاهم ده كويس، لكن ثابتين على طول باستمرار، ده بالنسبه لها خلاص بقى مصدر رزق او مصدر دخل محترم. كذلك الاخ الثاني، كذلك الاب. يبقى حتى لو دخل لها، شوف انا بقول لك 600 جنيه كلام فاضي ولا يذكر ولا يذكر.
بس على الاقل تحس بس على الاقل حست ان في حد مساندها، في حد بعت لها، في حد بيعمل معاها الواجب. انا بتكلم طيب انا بشوف يعني بعض الابهات ما يستحملوش على بنتهم وهي في ذمه راجل ان هي تبقى محتاجه او مزنوقه او تمد ايديها لجوزها ويقول لها عايزه ايه وخدي، يملى لها الثلاجه، يجيب لها حاجات. هو ده معنى الرجوله. ازاي يعني ازاي الاب يبقى عارف ان بنته صحيا مش قادره؟ طبعا انا دايما بتكلم في فكره الشغل عشان انا بيصعب عليا ان الست تفضل تهين نفسها او تمد ايديها او تتحايل على الناس والناس ما يعبروهاش، دي بتموتني. طيب. فدايما بقعد انصح انه حاولوا تشوفوا لكم اي حاجه عشان ما حدش يذلكم كده. انما طبعا لو هي تعبانه ومريضه، طب ما هي فعلا حق على على ابوها. طيب. عايز اقول لحضرتك هي عندها 47 سنه، انا كده ابوها فوق الستين. ده كلام قولا واحدا صح كده؟ احيانا بعض الناس لما توصل الى سن الشيخوخه بعد الستين سنه بيحصل له نوع من انواع الانانيه. ودي حاجه احنا ما نعرفش نحلها. يعني ما نعرفش نفكها بقى، خلاص عنده انانيه، بيبقى حاسس انه خلاص هيموت، فخلاص بقى عنده انانيه مش عايز يدي حد حاجه ولا اولاده ولا عياله ولا حاجه. بعض ناس بيبقى عندها هذا الشعور عنده لكن مش عايز يدي، عايز هو يصرف. بعض ناس اخرين بعد الستين او السبعين سنه بيبقى هو اصلا ما عندوش، يعني مريض واحتياجاته كتيره جدا ومش عايز يمد ايده لحد فبيعمل كده. لكن طبعا دي كلها بفكر البشر، لكن بفكر الدين لا، غير كده خالص. الاب يجب عليه النفقة على ابنته كبيره كانت او صغيره، لان ما دام ده واجب. هي تعمل ايه دلوقتي؟ هي طبعا زي ما حضرتك اشرت عليها، انا كنت عشان نفس الاشاره لحضرتك، ان هي تبحث عن عمل وتصبر في العمل لغايه لما تتحصل على العمل، ولكن لا تطالب. يعني اذا ما جاتش ما كانتش تيجي من الاخ وتيجي من الاب، مش خلاص، هي لازم تيجي من الشخص نفسه. ذل. انا عشان كده بقول وبتكلم ذل. هتقعد تذل نفسها لحد ويقول لها لا بيع عربيتك، بيع عربيتك. لكن في حاجه عايز اقولها، ان هي دلوقتي مربيه للابناء، ومربيه الابناء لو اخذت من مالهم كاجر يجوز ذلك. هي حساها ان هي مش كويسه ومش ظريفه ومش حلوه، لا كتر خير الدنيا ربنا بيقول. أيوة. لا ما هي مربيه، ده حتى ربنا قال في القران ان ممكن الزوجه تقول انا مش هرضع، مش ده في القران عندنا؟ طب لو مش هترضع نجيب مرضعه ونديها الفلوس، او ندي للمرضعه لو اتطلقت الزوجه نفسها تاخد ثمن الرضاعه، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له اللي هو الاب بقى رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فده واجب. فهي دلوقتي بتربي الاولاد، فهو على الزوج اللي هو ابو الابناء دول اللي هو المطلق لها عليه الكسوه وعليه الرزق برضه انه يساعدها في هذا الامر. فهي ما تاخدش الموضوع بتحرج، هي تاخد الموضوع عادي لان ده حق ليها، لانها بتربي الابناء. ما هي ممكن تسيبهم تبقى مشكله، فهي بتربي ابناء. فان وردت عملا فبها ونعمت، ان لم ترد عملا فطريقها الاستغفار. فالاستغفار ربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نسال ان يرزقها ان يفتح عليها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الشيخ اشرف الفيل. عندنا فاصل قصير ومكملين مع حضراتكم.